كنظن بان شهر رمضان هو واحد الشهر اللي هو استهلاكي بامتياز. عندنا واحد مجموعه من السلع، واحد مجموعه من الخدمات، كيكون عليها واحد اقبال كبير من طرف الاسر المغربيه. هذا هو اللي كيخلق واحد مجموعه من المهن الموسميه، بل اكثر من ذلك ان واحد مجموعه من الناس في هذا رمضان هذا كيبدلوا المهن ديالهم، كياخذوا واحد الاجازه من المهن والحرف اللي خدامينها باش انهم يمشيوا في امور اخرى اللي هي اكثر دخل، لان شهر رمضان فيه واحد الاستهلاك اللي هو مهم جدا. كنظن بان هذا الحرف اللي هي موسميه هي حرف واخا فيها غير شهر او مثلا شهر و10 ايام، ولكن كتدخل واحد المدخول اللي هو مهم اللي كيعاون واحد مجموعه من الشباب انهم يلقاو واحد الفرص يشتغلوا فيها ولو هي مؤقته، وكذلك واحد مجموعه من الناس اللي عندهم واحد الدخول اللي هي بسيطه هذا شهر رمضان كيخليهم انهم يخدموا في امور اخرى اللي هي مهمه. وهذه كلها امور يمكن لها الا انها تساعد في تقويه القدرات الشرائيه لمجموعه من المواطنات والمواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود.